جدل حول أسباب أزمة ارتفاع أسعار أنواع من الخضر في الأسواق المصرية، والمخرج الفرنسي كلود لولوش يعتذر عن تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي. أما في النصف الثاني من حلقة اليوم فنتابع تطورات الأخبار المتضاربة حول اختفاء النائب السابق مصطفى النجار، تابعونا. في كل بيت مصري والسبب الخضار. بعض أنواع الخضار شهدت ارتفاع في أسعارها خلال الفترة اللي فاتت زي البصل والطماطم وأهمهم طبعا البطاطس. التفسير الرسمي كان إن جشع التجار محتكرين الأصناف دي. وهيئة الرقابة الإدارية أطلقت حملة كبيرة لتفتيش المخازن والثلاجات، وبالفعل شفنا أخبار زي ضبط 6000 طن بطاطس في محافظة الغربية فقط. لكن في المقابل البعض قال لا، السبب يخص تراجع المحصول نفسه، والبعض قال لا، السبب يخص زيادة الإقبال. معرفة السبب مهمة جدا للوصول لعلاج والضمان ان المشكلة دي ما تتكررش كل شوية، خاصة انها بتمس اكل العيش المصريين حرفيا يا جماعة. طيب مفيش بيت مصري دلوقتي ما بيشتكيش، وبنسمع كل الاخبار وبنسمع كل الردود المتعلقة بزيادة أسعار خضار زي الطماطم وخضار زي البصل وخضار زي البطاطس، اللي هو يعني أبسط الأكل اللي هو المفروض أنه ما بيختفيش من أي بيت مصري، وبنسمع أرقام عجيبة وبنسمع أنه هو مختفي. ورد الحكومة كان دائما بيقول لا والله ده في تجار محتكرين، التجار اللي لما دخلوا عندهم لقوا مثلا حاجة زي 6000 طن، التجار دول قالوا والله 6000 طن دول احنا كنا حاطينهم في الثلاجات لانهم للتصدير، ما كانوش اصلا السوق المصريه. وفي نفس الوقت الدوله عماله تمهل التجار اللي بتقول ان هم محتكرين البطاطس ومخبيينها عندهم عشان يرفعوا اسعارها فتره معينه لغايه لما يرجعوها تاني الاسواق المصريه عشان تقدر تخش كل بيت تاني. طبعا ازمه الحقيقه الواحد مش عارف يقول عليها ايه، يعني مش كفايه ان المواطن المصري اصلا بيتعامل مع ارتفاع اسعار كل شويه بيزيد كل شويه، هو نفسه مش بالسعر. يعني الناس لما بتضحك وبتتهزر على الانترنت وتقول الطماطم سعرها الحمد لله نزل خلاص بقت ب 11 جنيه، يعني ده دي ما بقتش نقطه. بينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة. أهلا بيك معايا دكتور حامد، وعايزين نعرف إيه أسباب المشكلة، يعني هل فعلا محصول البطاطس اتأثر السنة دي عشان في ناس محتكراه؟ هل ده السبب الحقيقي يا فندم؟ أولا بحيي حضرتك والسادة المشاهدين. هو طبعا مفيش شك أنه كان في عندنا أزمة اليومين دول في محصول البطاطس، لأن البطاطس المعروضة الآن في السوق هي بطاطس الثلاجات، والمفروض حسب القرار الوزاري ما يبقاش في بطاطس في الثلاجات بعد يوم 20/10. وعلشان كده الحقيقة الأجهزة الرقابية الرقابة الإدارية بالتعاون مع مباحث التموين ووزارة التموين ووزارة الزراعة في حملات مستمرة في الثلاجات في محافظات الوجه البحري لطبعا إخراج البطاطس المخزنة في هذه الثلاجات وعرضها في السوق. هو طبعا فعلا البطاطس اللي كانت مخزنة كان لها تأثير إلى حد ما في أسعار البطاطس في السوق ارتفعت، لكن لازم نعرف أنه إحنا طبعا دلوقتي ما فيش محصول، لكن ان شاء الله خلال 15 يوم 20 يوم على الاكثر البطاطس الجديده هتبدا تنزل السوق والاسعار يعني تنخفض. لكن هل يا دكتور حامد بالفعل كان سبب المشكله؟ يعني احنا برضو عايزين نفهم، زي ما انا ما بقول ان احنا لو فهمنا كلنا سبب المشكله اكيد هنحاول ان هي ما تتكررش، نحاول نحلها تاني في المستقبل ان هي ما تتكررش، سواء المستقبل القريب او المستقبل البعيد. هل سبب المشكله فعلا هو تخزينها في الثلاجات، ولا كان في مشكله متعلقه بمحصول البطاطس السنه دي نفسه؟ لا، يمكن احد الاسباب الرئيسيه هو تخزينها في الثلاجات، لكن بالنسبه لمحصول البطاطس او الزراعه ما كانش عندنا اي مشاكل على الاطلاق. طيب ما هو البعض يا فندم كان بيقول ان البطاطس تتخزن في الثلاجات ده يعني اجراء متعارف عليه، ان في تجار بتبقى عايزه تصدر البطاطس، وده اصلا برضو حاجه بتدعمها الدوله تصدير. اتفضل.
لا يا فندم، البطاطس اللي بيتم تصديرها ما بتكونش مخزنة في الثلاجات، البطاطس اللي بتكون موجودة في الثلاجات لاستخدامها للتقاوي فقط، ولكن بعد 20/10 المفروض ما يبقاش في أي بطاطس موجودة في الثلاجات، لأن المفروض التقاوي توزعت على المزارعين والمزارعين بالفعل زرعوا، فبعد التاريخ ده المفروض ما يبقاش في بطاطس مخزنة للثلاجات. لكن التصدير بيبقى في موسم البطاطس، في الموسم العادي ما بتكونش البطاطس المخزنة في الثلاجات. طب هل يا دكتور حامد يعني كان كل سنة بيبقى في موعد محدد سواء 20/10 أو غير 20/10 عشان البطاطس ما تكونش موجودة في الثلاجات، ولا ده إجراء تم اتباعه من السنة دي فقط؟ لا ده قرار وزاري الحقيقه، هو صادر من ايام الدكتور يوسف والي، لكن احنا قلنا نفعل هذا القرار علشان نحل الازمه، لما لقينا الازمه فعلا اشتدت واسعار البطاطس ارتفعت في السوق وصلت 12 و13 جنيه، قلنا فعلا يبقى لازم ننفذ القرار ويبقى في رقابه على الثلاجات ويتم فتحها لاخراج الكميات يعني المخزنه في دكتور السوق. حامد خليني اتاكد بس ان انا فاهمه صح، حضرتك بتقول ان القرار ده قديم من ايام يوسف والي لكن ما تمش تفعيله غير الايام دي فقط. لأن فعلا ما كانش فيه أزمة، حضرتك عارفة في السنوات السابقة ما كانش فيه أزمة زي الأزمة اللي حصلت الأيام دي. طيب خليني اسالك دكتور حامد، لو في تاجر حاطط البطاطس في الثلاجات سواء لتصديرها او لاستخدامها مثلا المصانع، استخدامها المطاعم الكبيره بيديها لهم وهكذا، هل في اليه عندنا عشان نقدر نحدد منها التاجر ده ليه مخزن البطاطس عنده وهيستخدمها في ايه، او ان هو لا محتكرها والله يا جماعه وبيتلاعب في سوق البطاطس؟ ما هو انا ما انا زي ما بقول لحضرتك، البطاطس المخزنه في هذه الايام بالذات من اجل الاحتكار، لكن لو كانت للتقاوي المفروض ما فيش تقاوي بعد 20/10، لان هي البطاطس المخزنه في الثلاجات بتكون من اجل التقاوي، لكن البطاطس اللي هي بتستخدم لشركات الشيبسي دي بتبقى مناطق والشركات متعاقده عليها ومعروفه. طب بعض الفلاحين اشتكوا ان البطاطس نفسها بتتباع من الفلاح بسعر قليل جدا، وبيطالبوا الدولة ان هي تتدخل في عملية التوريد دي عشان يبقى سعرها مناسب للفلاح اللي بيبيع بيها البطاطس وفي نفس الوقت سعرها مناسب للمواطن اللي بيشتري البطاطس، هل ده في آلية لتنفيذه؟ هل هو قائم بالفعل؟ هل مستحيل يحصل؟ لا هو مش مستحيل، وخليني اقول لحضرتك بمنتهى الامانه، فعلا الفلاح بيبيع محاصيله كلها باسعار يعني منخفضه بالنسبه لاسعار السوق، لكن سبب ارتفاع الاسعار للمستهلك بيكون بسبب الحلقات الوسطيه بين المنتج اللي هو الفلاح والمستهلك اللي هو المواطن العادي، لان للاسف طبعا الفلاح بيبيع محصوله لمورد وبعدين من تاجر لتاجر جمله لتاجر تجزئه وهكذا، فطبعا كل حلقة من الحلقات دي بيضيف نسبة من الربح فبتصل السلعة للمستهلك أو المحصول المستهلك بسعر مرتفع، لكن طبعا احنا ممكن نقضي على هذه المشكلة بزيادة المنافذ التوزيع الخاصة بالوزارات المختلفة سواء كانت وزارة الزراعة وزارة التموين بالإضافة أيضا للقوات المسلحة والشرطة. الحقيقة المنافذ دي بيكون لها دور في خفض الأسعار بالنسبة لكل أنواع الخضر والفاكهة حتى اللحوم، وبتعمل توازن للسعر في السوق. بنشكرك الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، شرفتنا دكتور حامد، وبينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف عماد أبو حسين نقيب الفلاحين الزراعيين. أهلا بيك معايا أستاذ عماد. ومصر طول عمرها تزرع بطاطس، الفلاحين طول عمرهم بيزرعوا بطاطس، عمرنا ما واجهنا مشكلة زي كده، ليه السنة دي حصلت المشكلة دي في رأيك يا فندم؟ أهلا بيك يا فندم. أهلا. والله في حقائق احنا المفروض نعرضها عشان نوصل لحل المشكلة. الحقائق ان البطاطس المخزنه دي كانت في السوق الفلاح بيبيعها ب 90 قرش، يعني الطن كان ب 900 جنيه. اللي هي نفس البطاطس دي. في الموسم الفلاح يعني، لان الناس بتحمل الفلاح دلوقتي زياده، في بعض الناس بتحمل الفلاح زياده، الفلاح دلوقتي ما عندوش بطاطس اصلا. الفلاح ما عندوش بطاطس في الغيط. البطاطس دي منتجها من 4 شهور وكانت محطوطه في الثلاجات. وبطريقه او ما بدات اللي عندهم بطاطس في الثلاجات يطلعوها بطريقه بتعطيش السوق بشويات صغيره عشان يرفع الاسعار. فوصلنا لحد الازمه اللي احنا فيه. اللي احنا فيها، الازمه دي حلها ان البطاطس تفرغ من الثلاجات دي تباع في السوق. عشان كده كده في بعد شهر ونص في بطاطس ثانيه هتيجي، الفلاح دلوقتي ما عندوش بطاطس، البطاطس الجديده ان شاء الله تعالى تخرج بعد شهر ونص. احنا طول عمرنا بنكفي نفسنا من البطاطس وبنصدر. ايه اللي حصل؟ طب استاذ عماد يعني حضرتك شايف ان فعلا المشكله اللي موجوده دلوقتي هو احتكار من التجار، هم فعلا اللي مخبيين البطاطس عشان يعطشوا السوق زي ما بتحكي،
وترتفع اسعارها، لكن ما كانش في مشكله السنه دي خالص في المحصول، الفلاح ما اشتكاش خالص من محصوله السنه دي. الفلاح اشتكى من المحصول من قله السعر. من قله فدان البطاطس السنه دي، فدان البطاطس بتكلف الفلاح حدود 20,000 جنيه، وبينتج في حدود 15 طن، 15 طن في 900 جنيه في الفلاح بتاعهم السنه دي تقريبا هيعملوا 12,000 ونص. يعني هو يبقى خسران الفلاح. خسران الفلاح نفسه، خسران في البطاطس، منتج البطاطس نفسه خسران فيها. جت احنا زمان كان الفلاحين بيخزنوا البطاطس على قصب غيط، كان بيعمل حاجه اسمها نواله، الفلاحين الكبار يعرفوا الكلام ده. يحط قش ويحط عليه البطاطس ويحط عليها قش ويسيبها تحت الشجره. وكان بيسحب منها في السوق تباعا، لان ما كانتش بتطول معاه اكتر من شهر او شهرين كانت بتكفي السوق. تعالى النهارده في حد في ثلاجات ضخمه وفيه ثلاجات حديثه بتبرد البطاطس فبتنها فتره طويله. مع تكنولوجيا الاتصال جماعه عندهم كميات كبيره، هم اللي بقوا يتحكموا في السوق، وما عادش ما فيهم منافسه بين بعض، هم بيتحكموا في السوق كله بالتعاون بينهم. فحصلت الازمه، والازمه ديت حلها ان البطاطس ديت تنزل تتوزع على الناس، تنباع لصالح التجار، التاجر يكسب والفلاح يكسب. الازمه سببها الرئيسي ان ما فيش تعاقد مع الفلاح على سعر البطاطس. في عروه ان شاء الله تعالى شهر شهر ونص شهرين والبطاطس تخرج من الارض للفلاح ينتج بطاطس تاني، بس مش زارع كتير، الفلاحين زارعين كتير السنه دي لان هم خسروا في العروه اللي فاتت، فنتيجه السنه دي هيبقى اقل. يعني هو الفلاح يبيعها ب 2 قرش، ولما يجي يشتريها ياكلها ب 15 جنيه. طب الخلل فين؟ ايه الحل بقى يا استاذ عماد؟ يعني من وجهه نظركم وانتم كفلاحين لما بتقعدوا تتكلموا مع بعض وبتقولوا احنا خسرنا المبلغ الكبير ده اللي احنا ما نقدرش نتحمله ومش عايزين نزرع بطاطس تاني او مش هنزرع بطاطس بنفس الكميه تاني، وده هيؤدي لمشكله زي احنا ما شايفين اسعار البطاطس اصلا وهي مزروعه اسعارها 15 جنيه زي ما انت ما بتحكي، الفلاح نفسه اللي زرعها بيشتريها ب 15. ايه الحل من وجهه نظركم؟ الحل الزراعه التعاقديه، ده الحل، لان اللي حصل في البطاطس ممكن يحصل بكره في المنتج الجديد، ممكن يحصل في البصل، ممكن يحصل في الفول في الموسم الجديد، في اي سلعه او اي خضار ممكن يتخزن ممكن يحصل فيه اللي حصل في البطاطس بالظبط. يبقى الحل الزراعه التعاقديه، ان الحكومه تتعاقد مع الفلاح ان انا هناخد منك المنتج دوت ب 2 جنيه مثلا او ب 3 جنيه يبقى حقق هامش ربح للفلاح وظبط سعره في السوق. يبقى لو هو تعاقدنا مع الحكومه ان هو ب 3 جنيه والفلاح لقى ب 3 ونص بره يبيعه هو حر. لو السعر نزل عن 3 جنيه الحكومه تاخده ب 3 جنيه وتسوقه. تحطه في ثلاجات، تسوقه، تخزنه، تصدره، هيبقى فيه كذا بديل للحكومه، دي اسمها الزراعه التعاقديه. انما اللي احنا بنحصل فيه ده حصل في البطاطس هيحصل في منتج ثاني قبل كده، حصل في فاكهه قبل كده، هيحصل في منتج ثاني بعد كده، هيبقى فيه تسلسل وفي تذبذب في السوق دايما، واللي هيقدر على حاجه هيعملها في السوق اللي فيه ذبذبه دوت. ولكن الحل الزراعه التعاقديه هو الحل الامثل. الفلاح بيعاني من كل منتجاته منخفضه جدا، يعني انا اديك مثل بره الموضوع خالص، الالبان كيلو اللبن الفلاح بيسلمه ب 4 جنيه و30 قرش. بيوصل للمستهلك 15 جنيه ل 17 جنيه. من 12 جنيه عشان برضه ال 12 جنيه ل 17 جنيه. في 300% فرق. وصلوا فين؟ انا اقول التاجر يكسب بس الفلاح لازم يكسب هو كمان. انا ما انتجش واربي واكل وابيعه ب 4 جنيه و30 قرش وهو لما اشتريه من بره اشتريه ب 15 جنيه. فده مثل بسيط. البطاطس هيحصل فيها هيحصل زي ما حصل في الفاكهه قبل كده زي ما يحصل في بقيه الخضروات كلها تباعا. فاحنا لازم دخول الحكومه، لازم يبقى في زراعه تعاقديه على مدار السنه، الفلاح ينتج يبقى الفلاح عارف ان هو هيورد دي للحكومه ب 2 جنيه او ب 4 جنيه او حسب السعر المعلن. يبقى هو مهمه الفلاح ان هو قاعد في الغيط بتاعه عايز ينتج اكبر كميه. طب ما لما عملوا كده في القطن يا استاذ عماد ما نفعتش، ما احنا شفنا مشكله القطن في الفتره اللي فاتت دي اللي الوزاره كل شويه تقول هنحلها هناخد جزء. طب احنا طب بقى القطن بره بقى سعره ارخص، ما هو عامله نفس اللي حضرتك بتحكي فيه الحل دول في القطن الفتره اللي فاتت كل يوم كنا بنتكلم فيه. لا هو القطن مش هو عمل حاجه قريبه كده بس مش كده، القطن اعلنوا انتاجه اعلنوا السعر واحنا بنبدا نجمع، والفلاح بيبدا يجمع في اول محافظه الفيوم، في اول جامع محافظه الفيوم بداوا يعلنوا سعر القطن. الزراعه التعاقديه ان انا بعلن السعر قبل ما بزرع، يبقى انا كفلاح عندي موسم ده القطن هيبقى بكذا والرز هيبقى بكذا والبطاطس هتبقى بكذا وقبل ما ازرع مش بعد ما ازرع عشان اقدر احدد، وهو الحكومه قبل انا ما ازرع هي تقدر تقول ان احنا عايزين قد ايه قطن، عايزين قد ايه رز، عايزين قد ايه بطاطس. يبقى هي تقدر تحدد على هذا الاساس، وانا على السعر المعلن قدامي اقدر كفلاح اقول انا ايه اللي اكسب لي، انا النهارده هجيب ايه اكتر؟ هتنتج ايه اكتر؟
انما هم لما انا اجي اجمع ما انا خلاص صرفت يعني انا انتجت خلاص يبقى انا هتحكم في ازاي؟ خلاص الموضوع خلص خرج من ايدي. انما لما انا دلوقتي احنا دلوقتي لو احنا عايزين نتكلم على القمح، القمح خلاص ان الموسم بتاعه دخل زراعه، الحكومه هتاخده بكام؟ وهتورده بكام؟ واللي هيزرع كام الف فدان او احنا كام مليون فدان احنا محتاجينهم قمح؟ كده يبقى في رؤيه قدامنا، يبقى انا واقف الغيط بتاعي عايز بس انتج عشان انا هسلم الحكومه ده ب 2 جنيه او ده ب 5 جنيه او ده ب 3 جنيه، اعمل حسبتي واقدر اقول انا هكسب كذا. يبقى انا عندي رؤيه وعندي مستقبل، انما انا هزرع الطماطم شفتها طبعا اللي حصل فيها حصل، ادي القط والرز من قبلهم، وادي دلوقتي البطاطس، احنا بكره مستنيين ايه جديد يحصل؟ ويبقى في ازمه جديده ونلف تاني حوالين بعض، طب ما ليه؟ طب ما احنا نعمل سياسه متكامله. بنشكرك استاذ عماد ابو حسين نقيب الفلاحين الزراعيين، شرفتنا يا استاذ عماد. شكرا. نهاية غير متوقعة لأزمة في الوسط الثقافي المصري، المخرج الفرنسي كلود لولوش أعلن اعتذاره عن تكريمه بجائزة فات الحمامة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وده بعد حالة كبيرة من الجدل بين اللجنة المنظمة للمهرجان ومعرضين لتكريمه لأنه مؤيد للصهيونية وإسرائيل، وبين اللي بيقول ده مخرج فرنساوي فقط لا غير. اللجنة طلبت من المعارضين يبعتوا أدلتهم وقالت هنقيمها، وبعدين جه الاعتذار من طرف بلوش نفسه. هنشوف معلومات اكتر ونرجع نبدا النقاش. ينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف هشام أصلان الصحفي المتخصص بالملف الثقافي. أهلا بيك معايا أستاذ هشام، وإيه رأيك في المخرج النهائي يعني لأزمة شغلت الوسط الثقافي وشغلت السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة؟ إيه رأي حضرتك في اللي حصل؟ شوفي، أنا رأيي إنه عشان نبقى حاطين الموضوع في حدوده، واخد بالك، أنا رأيي إنه كان في قرار غير صائب من إدارة مهرجان القاهرة السينمائي بتكريم المخرج اللي هو معروف عن تاريخه انه عنده درجه كبيره من مسانده اسرائيل وسياستها الصهيونيه وحاجات من هذا النوع. تمام؟ الو؟ بسمع حضرتك استاذ هشام. الحقيقه انه اللي احنا فهمناه الامر اللي حاصل يعني انه لما الراي العام وسط النخبه الثقافيه ابدى رفض شديد لهذه المسألة في خلال يوم أو اثنين، اللي فهمناه أنه إدارة المهرجان تراجعت عن هذا القرار، تمام، وتسرب بيان قالوا بعد كده أنه ليس بيانا رسميا، لكن فهمنا من خلاله أنه هذا هو الوضع، أنه لم يتم تكريم كلود ليلوش في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اللي هو الحقيقة رسميا هو المهرجان الرسمي الوحيد المعترف به رسميا في مهرجانات العالم السينمائية يعني. فبس يعني الموضوع وقف عند المنطقة دي في رأيي، ما فيهوش حاجة تانية يعني. طب ابقى معي أستاذ هشام،
بينضم الينا من القاهره عبر الهاتف محمد حفظي رئيس مهرجان القاهره السينمائي. اهلا بيك معايا يا استاذ محمد. وحضرتك رئيس مهرجان القاهره السينمائي، يعني ممكن يكون عندك رؤيه اوضح لايه اللي حصل بالظبط وايه سبب اعتذار لولوش، وهل فعلا كان البيان اللي تم تسريبه بيان صادر من اللجنه يا فندم؟ مساء الخير. اولا سنوري اهلا بيكم. انا طبعا للاسف مش متابع الحلقه من البدايه، لكن تعقيبا على السؤال حضرتك، يعني طبعا من بعد ما اعلنا كمهرجان ان احنا هنكرم كلود لولوش حصل شويه جدل، وكان في شويه دوشه كده حصلت من بعض السينمائيين وبعض المثقفين أستاذ محمد. طيب انقطع الخط، هنعاود الاتصال مرة أخرى بأستاذ محمد حفظي. الحقيقة هو رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، ومهم إن احنا نسمع صوت فعلا من جوه المهرجان نفسه. نعود مرة أخرى أستاذ هشام، هل يعني المهرجان والقائمين والمسؤولين عنه طلبوا الجمهور وطلبوا الجماعة المعترضة عن وجود لولوش إن هم يقدموا ما يثبت إن هو فعلا بيدعم إسرائيل؟ هل في احتمال ان هم ما كانوش يعرفوا، وهل تقدم لهم ادله؟ شوفي حضرتك، انا 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 يعني ما اقدرش ابقى بتكلم عن نيابه عن اداره المهرجان، لكن اللي حصل انه لما اداره المهرجان طلعت بيان رسمي طلبت فيه من اللي شايفينه بيساند الصهيونيه انه يرسلوا او يقدموا ما يثبت ذلك، اللي حصل انه اغلب المعترضين داخل الحياه الفنانين والمثقفين اللي اعترضوا ساهموا بكتير عبر السوشيال ميديا، من الصور للمخرج وهو بيتكرم مثلا من جامعه اسرائيليه وحيثيات هذا التكريم، ساهموا بصوره لي في سن مبكر شويه لما كان في لابس الخوذه بتاعت الجيش الاسرائيلي وقالوا ان دي كانت ضمن مناوره ما، يعني الناس استجابت الحقيقه، واخد بالك؟ المعترضين استجابوا لهذا النداء ها؟ ولم يعني لم يعتبروه طلب تعجيزي ها، واستجابوا لده. والحقيقه انه بعد شويه لما طلع بيان واتقال انه اداره المهرجان هتلغي التكريم، ثم قالت اداره المهرجان ان ده مش بيان رسمي ومش صحيح، طلع الاستاذ يوسف شريف رزق الله تمام اللي هو المدير التنفيذي على ما اعتقد للمهرجان في تصريحات صحفيه وقال انه احنا اداره المهرجان تتجه لالغاء التكريم تمام. الأخبار اللي اتنشرت في خلال ال 48 ساعة الأخيرة اللي بتقول إنه لولوش اعتذر عشان حصل انقسام على تكريمه، أنا ما رأيش إنها أخبار دقيقة. ربما كان في آراء مختلفة أو انقسامات داخل اللجنة المسؤولة عن تنظيم المهرجان ها، لكن ما حدث عند الرأي العام ما كانش فيه انقسامات ملحوظة، واخد بال حضرتك؟ اللي احب اؤكد عليه انه في رايي انه راي العام المصري المهتم بالمساله رفض تكريم للوش، مش للوش اعتذر، دي تفرق كتير في رايي. ورايي انه اداره المهرجان تبقى مشكوره على انها استجابت للملاحظه دي، يعني لانه ده مهرجان قعد طوال 40 سنه بيقاطع ما هو اسرائيلي او ما هو صهيوني. تمام. طيب ابقوا معي سيد هشام، وبينضم الينا مره اخرى عبر الهاتف المنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهره السينمائي. اهلا بيك معايا استاذ محمد، وكمل حضرتك، ايه التفاصيل بالظبط؟ ايه اللي حصل يا فندم من وجهه نظرك؟ انا اسف الخط. لا مفيش اي حاجه يا فندم. سمعته لحد امتى؟ يعني انا مش عارف اتقطعت امتى بالظبط، لكن انا هعيد بشكل سريع، يعني اللي انا قلته، انا كنت بقول ان احنا المهرجان لما اعلنا عن تكريم كلود لولوش حصل يعني شويه اعتراض من بعض المثقفين وبعض السينمائيين اللي نشروا بعض المواد على السوشيال ميديا، يعني انترفيوهات ومقالات وصور ليه وهو بيتكرم في اسرائيل وبيقول ان هو زار اسرائيل كذا مره. والحقيقه انا ساعتها قلت، الناس سالتني يعني هل هتتراجعوا عن التكريم، قلت ان انا لا طبعا لن اتراجع، لان كل ما نشر يعني ممكن يكون يعني كلام اتقال في اطار يعني مجاملات اجتماعيه، مش شرط ان هو ده يعني ان هو عنده موقف معادي للقضيه الفلسطينيه.
وطلعنا بيان ان يعني ان ما لديه يعني عكس ذلك، يعني ما يثبت عكس ذلك ان هو يقدم المعلومات دي او يقدم الكلام الموثق ده يعني لاداره المهرجان. وبعدين بالفعل يعني في ناس بعتت مواد وبعتت صور برضو اثارت يعني بعض التحفظ عند الناس، وكان يعني اجتمعنا المفروض نحن كلجنه استشاريه عشان نقرر هنعمل ايه. وقبل ما نعمل كده انا الحقيقه اتواصلت معاه ويعني قلنا له ان في بعض الدوشه في مصر يعني بسبب الموضوع ده، وهو كان اوريدي جاله خبر نفس اليوم يعني على اللي حصل ده، وهو من نفسه كده فضل ان هو يعني تجنبا لاي مشاكل وتجنبا يعني اي استاذ هشام يعني استاذ محمد، استاذ هشام كان لسه بيتكلم حالا وبيقول ان هو توقعه الشخصي ان مش لولوش هو اللي انسحب، وان هو دون كان بطلب حتى ولو بشكل لطيف من مهرجان القاهرة السينمائي. هل حضرتك بتأكد فعلا ان لولوش بنفسه بعد ما عرف ان في هذا الانقسام انه فضل ان هو يختفي خالص عن المشهد؟ والله احنا بقول لحضرتك احنا تواصلنا معاه عبر التليفون، يعني حصل مكالمة تليفونية وحكينا له على اللي بيحصل، وحصل شبه اتفاق تضامني كده من الطرفين يعني ان هو يعني ان هو افضل ان هو ما يعرضش نفسه لاي احراج بحضوره الى القاهره، لكن القرار النهائي طبعا كان منه يعني ان هو يعني هو طبعا احنا عمرنا ما هنسحب دعوه، مهرجان القاهره عمره ما هيسحب دعوه تقدم بيها الى حد يعني، لان احنا ما شفناش اولا مهرجان القاهره مهرجان سينمائي، وكلود لولوش قامه كبيره جدا على مستوى السينما، واحد اهم المخرجين مش بس في فرنسا في العالم كله، ومحدش يقدر ينسي ده. فبالتالي المهرجان يعني حتى لو حصل شويه حاجات تخلينا يمكن نبقى قلقين شويه من فكره تكريم باسم فاتن حمامه، لكن مش معنى كده ان هو شخص غير مرغوب فيه في مصر يعني. فطبعا فضلنا ان احنا نتشاور معاه ويبقى بشكل ودي كده نقول له اللي بيحصل، وبعدين يعني قرار مطروح له في الاخر. لكن طبعا مش معنى كده ان احنا في ناس جوه اللجنه الاستشاريه ما كانش عندها مثلا تحفظات على التجريم بعد ما صدر، يعني كان في قسام جوه اللجنه وبعض الناس شافوا انه بالافضل الغاء التجريم، وعشان كده كنا حضرنا بيان. البيان ده تم اعداده لكن لم يتم الموافقه عليه بشكل نهائي، والبيان ده هي اتسرب وهو ده اللي عمل شويه مرات عند الناس، والناس قالت ان احنا الغينا التجريم، لكن الموقف ده ما كانش موقف رسمي. وبالتالي طلعت بيان على الصفحه بتاعتنا على السوشيال ميديا بقول ان البيانات الوحيده يعني المعتمد بها هي التي تصدر رسميا من الصفحات بتاعت المهرجان. طب كنا ده بيكون بيوضح الصوره يعني. طب استاذ حفظي، هل حضرتك شايف ان رفض التطبيع هو موقف لازال ثابت فعلا في الوسط الثقافي المصري؟ وهل شايف ان رفض التطبيع نفسه حاله تنطبق على لولوش؟ والله انا يعني احنا مهرجان بيرفض التطبيع، مهرجان ما بنعزمش اي مخرجين او افلام من اسرائيل، لكن مش اي حد زار اسرائيل واتكرم هناك هنقطعه، يعني دي تبقى مشكله كبيره وهتحطنا في عزله عن العالم يعني. فالحقيقه كان يعني كنت اتمنى ان الناس تتعامل مع الموضوع بهدوء اكتر، وان الناس تشوف الموضوع على المستوى السينمائي اكتر من انها تحاول تسيسه، لان مهرجان سينما بحجم مهرجان القاهره مش المفروض يسيس، مش المفروض يستخدم كاداه لا 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 يعني ان الناس تاخده في اتجاه ثاني خالص غير السينما. فيعني انا كنت ده تخوفي وده قلقي القضايا كلها يعني. احنا بنشكرك المنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهره السينمائي، شرفتنا استاذ حفظي. وعودة مرة أخرى هشام، يعني زي ما سمعت محمد حفظي وهو بيحكي أن أداة مهرجان سينمائي ومش المفروض أن احنا نستخدمه كأداة سياسية سواء لرفض لولوش أو لرفض غيره. في النهاية المفروض القاهرة ترحب بجميع الفنانين، والحقيقة أن الصوت دون صوت موجود. أي سامعني يا أستاذ هشام؟ معلش أنا سامع حضرتك بس ما كنتش سامع للأسف صوت الأستاذ محمد حفظي. طيب خليني أعيد على حضرتك السؤال مرة أخرى. أن أستاذ محمد حفظي في النهاية كان بيقول أن مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان كبير، مهرجان بيدعو جميع الفنانين، ومش من المفترض أن احنا نستخدم السينما ومجال فن السينما كأداة يعني سياسية. والحقيقة أن الصوت ده صوت موجود، صوت موجود فعلا على السوشيال ميديا، صوت موجود بين المثقفين والفنانين، أن هو في النهاية ده فن.
وحضرتك كنت من المعترضين، وان اللولوش نفسه فرنسي مش اسرائيلي، يعني لم يتم دعوه حد فنان اسرائيلي، وحضرتك نفسك كنت من المعترضين على وجود لولوش، فايه رايك يا فندم؟ انا اتفضل خليني اشرح لحضرتك حاجه. اولا احنا بقينا فاهمين كويس كلنا انه احنا اذا 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 قطعنا اي فنان اي عمل لفنان بيساند اسرائيل باي شكل من الاشكال، دي حاجه مش هيبقى ليها منطق عملي، لانه هيبقى عندنا كتير من المقاطعات. تمام. اللي كان مقصود بيه بالظبط، كلود ليلوش ما كانش عنده فيلم مشارك في مهرجان القاهره السينمائي، فاحنا اعترضنا عليه. هذا لم يحدث. ما حدث هو انه قلنا انه يعني من يستحقون التكريم من السينمائيين في العالم كتير جدا، فمالوش معنى ان احنا نبقى بنقترب من الشبهات. يعني ما بنقولش انه ما نتفرجش على افلام ليلوش، ما نقولش انه افلامه ما تشاركش الا اذا طبعا هي افلام معاديه او يعني بتدعم الصهيونيه بشكل مباشر. ما بنقولش انه مشاركه اعماله احنا ضدها، بنقول ما فيش داعي لتكريمه هو كشخص مش اكتر، لانه الحقيقه انه اي نعم احنا بنفهم انه انا مش مع الفصل في بعض الحالات، لا يليق في رايي الفصل ما بين الفنان وموقفه السياسي. طول الوقت بنعملها، لكن في خطوط حمراء فيما يخص اشياء مثل القضيه الفلسطينيه او الدعم للكيان الصهيوني او اشياء من هذا القبيل. مش ما كناش حد هيعترض في رايي لو احد اعمال ليلوش بتشارك في المهرجان. اللي اعترضوا على تكريمه على خشبه مسرح مهرجان القاهره السينمائي الدولي، المهرجان الدولي الوحيد في مصر، تكريمه بشكل يعني بشكل شخصي، يعني تكريمه هو كشخص ما كانش فيه داعي، لانه كتير من الفنانين يصلحون للتكريم، فما الداعي يعني للاقتراب من الشبهات واثاره حافظه الراي العام. ده ما كنا نقصده. الفصل ما بين الفنان وموقفه السياسي في رايي يحصل بحدود، في رايي الشخصي وفي راي المعترضين، مش في المنطقه بتاعه دي. منطقه لحد هذه اللحظه انا مش ضد مراجعه مفاهيم التطبيع، هل ده يعني تطبيع او لا يعني تطبيع، دي مساله ينفع نراجعها كلنا، بس تبقى بتتراجع بشكل جماعي وبوعي عام، مش تتمرر بشكل انسيابي ويبقى احنا من غير ما نقصد بنلعب في المفاهيم اللي اتربت عليها الذاكره والوجدان بتاعنا. بنشكرك. شكرا استاذ هشام اصلان. شكرا استاذ هشام اصلان، الصحفي المختص بالملف الثقافي، شرفتنا استاذ هشام. نخرج معاكم لفاصل ونعود لاستكمال فقراتنا، خليكم معنا. اهلا بكم من جديد. مصطفى النجار فين؟ ده السؤال اللي محدش يعرف اجابه ليه بعد اختفاء احد اشهر الوجوه المحسوبه على ثوره يناير. النهارده موقع عربي بوست نشر تقرير بيقول ان النائب السابق مصطفى اتقبض عليه بينما كان بيحاول يعدي الحدود للسودان، وانه حاليا موجود في معسكر الشلال باسوان. لكن في المقابل مفيش اي دليل على صحه الروايه غير المؤكده دي، بينما الجهات الرسميه كلها قالت انه مش عندها. وبالتالي الشيء المؤكد الوحيد في القصه اننا لسه لازلنا بنطرح السؤال القائم: مصطفى النجار المواطن المصري فين؟ لو فعلا هربان بارادته، وده فعلا احتمال وارد، يبقى الدوله هي اللي مسؤوله على انها تلاقيه. ولو اتقبض عليه وده احتمال وارد برضه، يبقى اكيد الدوله هي المسؤوله ان هي تعلن وتقول اه والله يا جماعه مصطفى النجار عندنا. خلينا نشوف التقرير ونرجع نبدا النقاش. لا تزال الأخبار تتضارب حول مصير مصطفى النجار، والذي اختفى في ظروف غامضة ولا يعلم أحد مكانه حتى الآن. فبعض المصادر نقلت أنباء غير مؤكدة أن النجار العضو السابق في أول برلمان منتخب بعد الثورة قد تم القبض عليه أثناء محاولته عبور الحدود نحو السودان هربا من حكم بحبسه 3 سنوات بالقضية المعروفة بإهانة القضاء. ومن المفترض أنه حاليا في سجن معسكر الشلال جنوب مصر، ويؤيد ذلك أن آخر مكان تواجد فيه هو أسوان.
بينما أكدت الهيئة العامة للاستعلامات في بيان لها أن النجار ليس محبوسا في أي من السجون المصرية، وأنه هرب ولا علم للسلطات الأمنية بمكان هروبه حتى الآن. وقد جاء هذا البيان ردا على التساؤلات حول موقعه، خاصة بعد أن أعلنت صفحة النجار يوم 12 من الشهر الجاري إلقاء القبض عليه. وقد تم هذا الإعلان من خلال مقال كان قد أعده النجار لينشر حال القبض عليه، أشار فيه لأنه يسجن بسبب كلمات تلفظ بها تحت قبة البرلمان ومتمتعا بحصنته. وإذا صحت رواية احتجاز النجار لدى المخابرات الحربية سيصبح حالة جديدة ضمن قائمة الاختفاء القسري. وكانت حملة أوقف الاختفاء القسري في تقريرها الصادر في شهر أغسطس الماضي قد قالت إن الحالات بلغت نحو 1500 حالة، وهو ما ينطبق على كل من لم يبلغ أهله ومحاميه بمكان احتجازه خلال 24 ساعة من القبض عليه، سواء ظهر بعد ذلك أم لم يظهر. لكن بالمقابل يرى البعض أن النجار لا يعد حالة موثوقة في ظل عدم وجود أي شهود معروفين على واقعة القبض عليه، وبالتالي هو مفقود وكل الاحتمالات مفتوحة بما فيها هروبه بكامل إرادته داخل أو خارج مصر. وبين الروايات غير المؤكدة التي تؤكد القبض عليه من جهة والنفي الرسمي من جهة أخرى، يظل سيف الحبس لسنوات معلقا فوق مصطفى النجار في حال ظهوره بالفعل في أي مكان، وهو ما يتناقض مع دعوى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات له للظهور. ينضم إلينا في الاستوديو عمرو مجدي الباحث بملف مصر والشرق الأوسط بمنظمة Human Rights Watch. أهلا بك معي أستاذ عمرو. ويعني هل زي ما يعني التقرير جاوب على جزء من السؤال ده، بس الحقيقة أن الناس عايزة تفهم بشكل أكتر من الناحية الحقوقية، هل حالة مصطفى النجار ينطبق عليها قول أنه مختفي قسريا ولا لا؟ اهلا بك يا استاذة سلمى واهلا بالمشاهدين. أهلاً. الوضع لحد دلوقتي احنا كمنظمة Human Rights Watch لم تتوفر لدينا أدلة عشان نقدر نقول ان الدكتور مصطفى تعرض للاختفاء القسري. الاختفاء القسري هو انه السلطات الأمنية او اي قوات تعمل بشكل نظامي مع الدولة تقوم بالقبض على انسان وترفض، إما أن ترفض جملة وتفصيلا الاعتراف أنها قبضت عليه، أو تقول أنه قبض عليه لكن ترفض الإفصاح عن مكانه، هذا أيضا يكون إخفاء قسري. وفي الحالة دي إحنا ما وصلناش للأسف لأي معلومة بخصوص دكتور مصطفى. واقع الأمر أنه هو مختفي حسب ما أسرته وحسب ما الدولة نفسها أكدت. يعني أنا يدهشني شوية في بيان الهيئة العامة للاستعلامات أنه يقال انه هارب. يعني انت اكدت انه ليس في قبضه الدوله، بس ازاي اتاكدت انه هارب؟ يعني هو شخص مختفي واهله وزوجته يعني يزعمون انه مختفي وما فيش اي طريقه للوصول ليه. هناك صحيفه مقربه جدا من الحكومه والسلطات الامنيه اعلنت القبض عليه قبل يعني اي عده حوالي اسبوعين او ثلاثه. هناك أيضا مكالمة هاتفية تزعم الأسرة أن هم تلقوها بأن مصطفى تم القبض عليه. فهناك شواهد غير مؤكدة يعني قد يعني يظهر في النهاية أنه فعلا تم القبض عليه. فلماذا يتهم دكتور مصطفى بالهرب؟ ما فيش أيضا لحد دلوقتي لا أدلة بأنه الدولة ألقت القبض عليه ولا أدلة بالهرب. المسألة الثانية اللي أنا برضو عايز أذكر المشاهدين بها أنه احنا بنتكلم عن يعني وجود مصطفى النجار. الدولة هي مسؤولة عن البحث عن المواطنين. احنا مش هنعمل فرق كشافة وننزل ندور على الاشخاص المختفين. حتى لو مختفى النجار مختفي بسبب انه لا قدر الله عصابة اختطفته، لو في اي منزل في البلد اهل يعني غاب عنهم حبيب او قريب، دي مسؤولية اجهزة الشرطة، اجهزة الدولة. فبالتالي واجب الدولة أنها تبحث عن الناس، واجب الدولة أن تشرك. غير كده يعني مصطفى نفسه عليه حكم دلوقتي، المفروض يعني هي نفسها المفروض أن هي تكون بتسعى أن هو مصطفى فين، مش بتقول لنا والله يا جماعة ليه حكم وهرب. يعني ده برضو كان علامة استفهام.
بالضبط. وواجب الدولة في الحالات دي إن هي تشرك الأهل بشكل شفاف وبشكل مستمر في عملية البحث عن المفقود، تقول لهم والله إحنا قمنا بالإجراءات 1 2 3 ولغاية دلوقتي الإجراءات دي لم تسفر عن كذا وكذا. يعني مثلا أبسط حاجة، هل يعني يصعب على الدولة إن هي تطلع إذن من النيابة العامة لتعقب هاتف دكتور مصطفى ونشوف هو كان موجود فين آخر مرة؟ يعني إجراء بسيط جدا لن يستغرق أكثر من يوم واحد، ممكن الشرطة تقوم به وتبلغ الأهل بنتيجة هذا الإجراء. ففي حالات اختفاء شخص يعني يجب على الدولة وأجهزة الأمن أنها تقوم بمجهودها وتشرك الأهل في هذا المجهود حسب القانون الدولي، وحسب يعني لأنه في النهاية الجانب الثاني من الموضوع، ليه إحنا عندنا أيضا شكوك في رواية الدولة؟ لأن إحنا بصدد الدولة بتمارس الإخفاء القسري بشكل منهجي، وتمارس عملية إخفاء الإخفاء القسري زي ما عنوان مقال الأستاذ كارم يحيى من عامين تقريبا في موقع مدى مصر، إن هي فعلا دولة بتمارس ليس فقط إنها تخفي الأشخاص قسريا ولكن تخفي إخفاء الأشخاص. يعني مثلا أذكر على سبيل المثال قصة أروى الطويل، يعني اختفت، قام عناصر من الأمن الوطني بالقبض عليها، لم تظهر بعد ذلك إلا يعني رؤيت أو شهدت بالصدفة في أحد السجون، فمن شاهدها بلغ الأهل، فالأهل راحوا يسألوا عنها في السجن فلقوها موجودة فعلا. وخلال ال 18 يوم ده كان في نفي من عدة جهات، من حتى اللواءات في جهاز الداخلية والمسؤولين عن التواصل الإعلامي في الداخلية طلعوا في قنوات تلفزيونية وقالوا ان هي مش عندنا. يحدث هذا يعني مع ناس كثير جدا، مصطفى النجار لانه شخصيه معروفه ومشهوره وكان عضو برلماني سابق فحصل نوع من الضجه، لكن في اشخاص تاني غير معروفين ما لهمش ظهر ما لهمش سند بيحصل معاهم هذا. هناك حاله المحامي الحقوقي عزة غنيم صدر امر من المحكمه بالافراج عنه بتدابير احترازيه من حوالي شهر، بدل ما يفرج عنه أخذ لقسم الشرطة ومن ساعتها اختفى. يعني بعد 4 أو 5 أيام من وجوده في قسم الشرطة اختفى، لدرجة أن المحكمة اللي أفرجت عنه طلبت بضبطه وإحضاره من حوالي أسبوع لأنه لم يعني ينفذ التدابير الاحترازية اللي اتفق عليها. طب ما هو مختفي عندكم، أنتوا اللي واخدينه يعني. فيعني نحن بصدد الدولة تمارس الإخفاء القسري بشكل منهجي وتمارس إخفاء الإخفاء القسري، هي تمارس الكذب طوال الوقت وتمارس التضليل، ويعني لذلك نحن نتشكك في روايتها. الروايات الرسمية حتى اللي صدرت من المجلس القومي لحقوق الإنسان كان شكلوا لجنة قامت ببحث مسألة الإخفاء القسري وتلقوا شكاوى من الأسر، وفي الـ يعني التقرير النهائي لعمل اللجنة قالوا إنه حوالي يعني حسب ما أذكر من عمل كان 120 حد، من قراءتي لهذا التقرير أكثر من 65% من الشكاوى اللي الأهالي قدموها طلعوا فعلا ناس في أماكن الاحتجاز في سجون الدولة المصرية. حتى أستاذ حافظ أبو سعادة كان قريبا في مشاركة في جنيفا في المجلس القومي لحقوق في المجلس حقوق الإنسان في جنيفا، وخلال أعمال المجلس قال في ندوة أنه منظمته منظمة المصرية لحقوق الإنسان تلقت 700 شكوى من الأهالي بخصوص حالات إخفاء قسري، وجد أن 500 منها فعلا في السجون المصرية. هو كان بيقول الكلام ده في معرض الدفاع عن الدولة، بيقول أن ما فيش إخفاء قسري. طب ما أنت قلت أن هم في السجون، طالما هم في السجون ليه الدولة ما تقومش بالتعريف الأهالي بأماكن وجود زويهم وتمكنهم من الاتصال بالدولة؟ أستاذ عمرو خليك معايا، وبينضم إلينا عبر الهاتف عبد الرحمن هريدي محامي وعضو مجلس الشورى سابقا. أهلا بك معايا أستاذ عبد الرحمن، وهل عندنا معلومات دلوقتي على الإطلاق بتأكد لينا مكان مصطفى النجار؟ هل هو فعلا محتجز من قبل الدولة؟ هل هو مش موجود؟ ما عندناش أي معلومات هو موجود فين؟ أهلا وسهلا، أهلا يا فندم، وأهلا وسهلا بضيوفك الكرام. الحقيقة الإشكالية بتاعت الدكتور مصطفى النجار الزميل البرلماني السابق إشكالية ضخمة جدا وبتثير تساؤلات عديدة. هل اللي بيحصل ده يدل إن في دولة تحترم المواطنين؟ يعني هل اللي بيحصل ده يدل على الأمن والأمان؟ يعني هل ده دور الأمن انها تصيب المواطن بالاضطراب والقلق؟ أسئلة الحقيقه بتحيط اصلا بشخصيه الدوله نفسها. هل دي دوله؟ مش فاهم يعني ايه مواطن يختفي حتى لو ارتكب جريمه،
حتى لو كما بيشاع انه كان في محاولة للهرب. ليه يختفي؟ ليه يتم القبض عليه وبعدين يختفي؟ راح فين؟ طب هل انتوا متأكدين يا استاذ عبد الرحمن ان هو فعلا بالفعل تم القبض عليه، ولا دي معلومة برضو غير مؤكدة حتى الان؟ هو الكلام اللي اتنشر على صفحة الدكتور مصطفى النجار بيقول انه اتقبض عليه. الكلام ده مهم جدا يترد عليه. وليه لما يتقبض عليه بجهة سيادية ما كما بيقال انه ممكن يكون في المخابرات، هو مش في الإقدام، لانه لسبب ما هو كان موجود مثلا في مكان خطأ فاتقبض عليه عن طريق القوات المسلحة مثلا، يعني او في جهاز ما يقولوا يا جماعة. يعني دي مش من الامن القومي ومن امن المواطنين ان تبقى المعلومات دي معروفة ومتداولة، لكن ان كل حد يطلع يقول ما نعرفش، احنا ما نعرفش. طب استاذ عبد الرحمن، يعني رغم ان الوضع بالتاكيد مأساوي دلوقتي للدكتور مصطفى النجار ولاسرته، ان هو فكره احنا مش عارفين مصطفى النجار فين، لكن البعض بيقول ان لو كان دكتور مصطفى بالفعل حاول الهروب قبل نقض الحكم، هل في تقييمك هل ده كان خطوة سليمة؟ المفروض ان السياسيين والحقوقيين دلوقتي في مصر ما عادش ليهم اي مكان غير ان احنا يا جماعة يلا ما قدامناش حلول غير ده. الحقيقة دي نقطة، انا مع تقدير واحترام، دي نقطة تقيم خارج هذا السياق، تقيم لوحدها. هو ايه اللي بيخلي الناس عايزة تمشي؟ هل في تهديد مباشر ليهم؟ انا بكلم حضرتك وانا ماشي في الشارع المصري، انا ماشي في الشارع سايق عربيتي وماشي في الشارع، فمش بتكلم وانا خارج الدولة، انا موجود. واخد بال حضرتك ازاي؟ ده لو هو خد قرار واخطأ، انا هنا مش بصدد تقييم هذا القرار، ملابساته ووضعه مش بصدد هذا التقييم، انا بصدد ان الراجل ده اتقبض عليه. حد يقول لنا هو فين؟ الجهات الأمنية بتقول أنا مش همشي ورا كل مواطن وأقعد أقول بقى هو فين؟ شوفوا نايم فين ولا قاعد فين ولا مات ولا هرب بالفعل ولا فين؟ إيه ده؟ يعني إحنا بقى كلنا نسيب أعمالنا كلنا ونقعد نعمل كل حاجة؟ كل حاجة في الدولة مطلوبة مننا إن إحنا اللي نعملها، أروح مستشفى للعلاج مدير المستشفى يقول لي انا اعمل لك ايه؟ امال مين يعمل لنا ايه؟ يعني مين دوره ايه؟ الناس مش فاهمه دورها. ما جهات امنيه يعني شعور بالامان، هذا الشعور لو تم فقده يبقى اذا مفيش جهات امنيه، نسميها حاجه ثاني. مفيش حاجه اسمها مواطن يختفي لمده شهرين ثلاثه، مفيش الكلام ده. فين عزة غنين؟ فين هيثم محمدين؟ هيثم محمدين تم الافراج عنه فين؟ هيثم ما راحش بيتهم ليه؟ فين الناس دي؟ ليه السياسيين مرميين في السجون؟ عارفين مكانهم بس ليه هذا العناء اللي الناس بتعاني منه؟ احنا مكلومين فعلا. فمصطفى النجار حاله يعني في قمه الفزع، رسالة مفزعة جدا ان مفيش حد مهتم حتى بوجوده فين مصطفى النجار. مسألة الحقيقة في غاية الخطورة، مش فاهم. نشكرك، شكرا ليك عبد الرحمن هريدي محامي وعضو مجلس الشورى سابقا، شرفتنا يا استاذ عبد الرحمن. عودة مرة اخرى استاذ عمرو، وهل يعني هل في بارقة امل؟ هل ملف الاخفاء القسري في مصر بيتحسن ولا بيزداد سوءا؟ لا اعتقد انه بيتحسن، يعني بلغه الارقام ما عنديش بصراحه ارقام عشان اقدر اقارن 2018 ب 2017، ممكن يرجع في ذلك لحمله اوقفوا الاخفاء القسري اللي بيقوم فيها المفاوضين المصريين لحقوق الانسان بمجهودات رائعه. لكن بخصوص النمط، اعتقد النمط مستمر، وشفنا في 2018 ان النمط تطور لاستهداف حتى يعني شخصيات معروفه وصحفيين ونشطاء
يعني لدرجة أنه شخص معروف مثلا زي وائل عباس أهله ومحاميه لم يتعرفوا على مكانه غير بعد يومين أو ثلاثة من القبض عليه. شفنا إخفاء قسري بحقوق بحق يعني عديد من الصحفيين مصطفى الأعصر وصديقه البنا وخلاف ذلك. يعني يعني بنلاحظ أن في حتى تطور في نمط الإخفاء القسري أنه بيستهدف يعني شخصيات معروفة وصحفيين ونشطاء. ومش عايز برضو أنسى أقول أنه حتى القضية اللي يعني دكتور مصطفى متهم فيها مع عدد من الأشخاص الآخرين هي قضية أصلا تخالف القانون الدولي. يعني بس خليني بعيدا عن القضية عمرو في سؤال مهم جدا. زي ما أنت ما قلت الدولة بتمارس إخفاء حتى الإخفاء القسري نفسه وبتمارس كل الممارسات دي، لكن في ناس تانية بتقول لا ما السوشيال ميديا اشتغلت على حملات واشتغلت على حملات على إنها إخفاء قسري واشتغلت على حملات على إنها تصفية خارج القانون زي عمر الديب، وفي النهاية طلعت إن هم إن هو متورط مع داعش. لحد دلوقتي ما فيش غير حالة أو اتنين هم اللي ماسكين فيها وبيقولوا ان هي يعني كانت ادعاءات كاذبه او خاطئه. الدوله هي اللي متسببه وهي المتهم الاول في حاله، يعني حتى لو افترضنا ان في بعض الادعاءات الخاطئه سواء عن بسوء نيه او بحسن نيه من بعض الاهالي باختفاء ابنائهم، هي ايضا الدوله المتسببه في البلبله اللي موجوده. لانه لما الاسره يختفي احد افرادها ويعني ترسل بلاغات للنائب العام وتروح أقسام الشرطة وتلف على مستشفيات كعب داير عشان يدوروا على الشخص المختفي بينما لا تمارس الدولة أي يعني مجهود للبحث عن المختفي، وفي الآخر لما يظهر أنه يعني كان منضم لجماعات مسلحة في سيناء أو خلافه، يعني الدولة تتصيد الأخطاء وتقول أهو أدي الإخفاء القسري، لا ده كان مختفي في سيناء. لا احنا بنتكلم عن تقارير رسمية، المجلس القومي لحقوق الإنسان جاب مئات الحالات، طلع أكثر من 65% منهم موجودين في السجون المصرية. فيعني الموضوع واضح، هي دولة تمارس الكذب علنا. يعني في بيان أخير للهيئة العامة للاستعلامات يعني جملة ممكن الواحد يتوقف أمامها ضاحكا عدة ساعات مش دقائق، بيقول إنه ما فيش لا يوجد أماكن احتجاز في مقر الأمن الوطني في مصر، فأمن الدولة مش موجود. يعني هو ما فيش أمن الدولة. للأسف وقتنا انتهى. احنا بنشكرك، احنا اسفين، وبنشكرك استاذ عمرو مجدي الباحث بملف مصر والشرق الاوسط بمنظمه هيومن رايتس ووتش. شرفتني يا استاذ عمرو. شكرا ليكم ومتابعتكم، ولكم سعيده وبكره احلى باذن الله يا رب.